في عصر كل جمعة يسوقهم إلى هنا من أماكن مترامية شغف الممارسة كلاعبين وراقصين أو شغف الفرجة كجمهور لا يجد متعته إلا في هذا النوع من الألعاب والرقصات الشعبية الزرنوقية. ولم تثنهم عن ذلك صعوبة التجهيزات في بلد النزوح، وخاصة فيما يتعلق بالجمال غير المروضة بالفطرة فضلا عن كلفة إيجارها، وكل ذلك بدافع المسؤولية المجتمعية والوطنية للإبقاء على هذا الموروث ونقله للأجيال. هذه الألعاب اللي نسويها أو المهرجانات أو الحفلات أسبوعياً أو في الشهر 3 مرات، هذا ورثناها من الأب والجد. كانوا الأباء والأجداد يقفزوا على الجمال ويقحلوا ويرصوا ويثوب الوثب الطويل. رغم عن كل الحروب والصعوبات والمتاعب اللي واجهناها، عاد احنا نمارس الرياضة. رغم ان في دحين حاليا هنا المنطقة هذه معرضة للخطر في خطوط النار، واحنا نمارس الرياضة لم نفلت لها سواء في حرب او ما في حرب. هكذا يذللون كل السبل خشية ضياع تاريخهم. يتوزعون المهام بتهيئة أرضية الملعب، ثم يمارسون ألعابا مختلفة يصنفونها بين رياضية وشعبية، وفي كلا الحالتين فهي خاصة بهم ويصعب استنساخها. الألعاب القوى هي الأولى القفز الجمال، وبعدها التقحيل والوثب الطويل والرأس والمحط، هذه من ألعاب القوى، وسباق الرجل هذه من ألعاب القوى تصنف على مكتب الشباب والرياضة، ومنها الألعاب الشعبية الحقيفة والتبريش والبرش والشنب والحمرة والسيوف، هذه تبع الثقافة. تعد هذه التظاهرة الأسبوعية هنا هي المقاومة النقية والحقيقية أمام الهدف الخفي من هذه الحرب الرامية لطمس هويتنا ومحو تاريخنا من قبل أطراف المعركة الداخلية والخارجية، وإن اختلفت دوافعهم ومبرراتهم. محمد المغاربي، المهرية، لبرنامج أسبوع البلد من منطقة القضبة جنوب مدينة الحديدة.